بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم اصدقائي في قناة عالم اطفال. النهاردة زي ما انتم شايفين جايبه لكم لعبة جميلة جدا. زي ما انتم شايفين لعبة نينجا تيرتس، طبعا الكرتون الشهير كنا بنتفرج عليه زمان في رمضان، تربينا عليه الحقيقة. يعني اهي الشخصيات الجميلة بتاعتنا اهي في اللعبة. طبعا انا هفتحها واوريها لكم. هاي اصدقائي، بعد ما فكيناها طلعها بقى من الكيس بتاعها. نشوف بقى اللعبة بتاعتنا الجميلة دي. نشوف الأول الشخصيات بتاعتنا. ادي السلاحف، ادي السلاحف بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين. ده الأزرق ليوناردو اهو، بصوا اللعبة بتاعتنا حلوة بتنور، بصوا بتدي لون أزرق، بس جميلة ازاي. بصوا يا جماعة، بصوا يقف ويدي بتتحرك، حلو قوي. تعالوا نشوف التاني، رافايلو. رافايلو طبعا اللون الاحمر برضو بينور، برضو بيقف كده. ومعانا دوناتيلو اهو، ومعانا مايكل انجلو اللي بيحب البيتزا. معنا بقى من الشخصيات التانية، طبعا الفار بتاعنا كان الشخصية اسمها المعلم رشدان، اللغة العربية يعني لما كنا بنشوفه مدبلج اهو. بصوا حلو ازاي، بصوا لكم ازاي. بس ده مش بينور، لا بينور، بس برضه معلم رشدان بينور. الشخصية دي بقى انا نسيت اسمها خالص، اللي هو الشرير اهو. دي الشخصية الشريرة بتاعتنا، بحاول افتكر اسمه اهو، برضو بينور. بس اللعبة حلو قوي. معانا ايه في اللعبة بتاعتنا؟ معانا الاسلحة بتاعت السلاحف، طبعا احنا كلنا عارفينهم. نفتح الكيس ونطلع الاسلحة بتاعتهم. نبدأ في مايكل انجلو كان معاه اهو، دوناتيلو كان معاه، ده انا اللي فاكره. دوناتيلو كان معاه اللي هما الشنيكل دول، كان يعني المفروض ان هو بيمسكهم كده في ايديه. ليوناردو كان معاه السيف، ادي السيف بتاعه، المفروض ان هو يمسكه كده. المفروض كان عامله فيها مكان علشان يثبت، بس طبعا الاطفال بيعرفوا طبعا يثبتوه باي حاجه علشان ايه، اتحرك كده يمين وشمال السيف بتاعه. ومعانا رافايلو كان معايا، ايوه دول بتوع رافايلو انا عارفاهم اهم. بصوا عاملين زي ايه، زي السيف كده، بس ايه على صغنن. برضو ده بتاع رافايلو السلاح بتاعه. ومعانا العصاية دي بقى هي بتاعت مايكل انجلو اهو، دي العصاية بتاعته اللي كان بيضرب بيها حسب ما افتكر، يعني كان بيجيبوه دايما في رمضان بعد الفطار. جميلة قوي اللعبة بتاعتنا، جميلة جدا. ودي العصاية بتاعت المعلم رشدين اهي، مع العصاية بتاعته كمان اهي. بصيت كان بيمسكها كده بقى اهو. ايه رأيكم في اللعبة بتاعتنا؟ ادي اصدقائي السلاحف بتاعتنا، بعد ما حطينا لهم الاسلحه بتاعتهم، كل شخصيه والسلاح بتاعها اهي زي ما انتم شايفين. ومعاهم المعلم رشدان، دول كلهم في مواجهه الشرير اللي انا مش عارفه اسمه لغايه دلوقتي اهو، ده الشرير بتاعهم. ايه رايكم في اللعبه بتاعتنا النهارده؟ لعبه جميله جدا، وكرتون كان اكثر من رائع. لو فيديو النهارده عجبكم يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.